اخبار بقى الفرقه بعد الفوز امبارح بنتيجه 2-0 الوصول لنقطه رقم 13. انت عندك مباراه مهمه جدا يوم الثلاث مع الانتاج الحربي في الجوله السابعه من بطوله الدوري الممتاز، مباراه ايضا تعتبر مباراه قويه جدا، وبصراحه في المستوى اللي احنا بنشوفه ده في الدوري لكل الفرق فكل المباريات بقت قويه وصعبه للغايه يعني. فموسيماني النهارده كان عنده اجتماع مع الجهاز المعاون واتكلم معاهم على خطه الاستعداد القصير جدا لمده 48 ساعه تقريبا للمباراه المجهوله امام الانتاج الحربي وكيفيه مواجهه هذا الفريق. وبالمناسبه مستر موسيماني من المدربين اللي بيدرسوا كويس قوي قوي اي فرقه بيلعبها النادي الاهلي. النهارده كان في بعض الفقرات المتنوعه في المران وفقرات كلها متعلقه ببعض الجوانب البدنيه وكانت اقوى في الحقيقه بالنسبه للاعبين اللي ما شاركوش في مباراه الامس، وبعض الجوانب الاخرى الخاصه بتدريبات الكره. بالنسبه للسوليه ومحمود وحيد، السوليه طبعا شفي تماما من كورونا، نقول له الحمد لله على السلامه، كان ليه بعض التدريبات التاهيليه عشان يبتدي ينخرط في التدريبات الجماعيه مع الفريق تمهيدا لمشاركته مع الفرقه في المباريات الرسميه. محمود وحيد كان عنده اصابه عضليه بيعمل بعض البرامج التاهيليه لعوده المشاركه في التدريبات الجماعيه.